محمد وسان بليز البارح توحشناك شويه غاب علينا واليوم راح نحكي لكم على قضيه البارح بديناها بسعيداني وطليبه لانه هذول لي دو بيرسوناج هذول لي دو بيرسوناليتي مازالهم يدوروا برا بكل حريه ويزوقوا على الناس ويتكلموا باسم الحراك ولا يتكلموا باسم الشعب ويقول لك حتى نحن مظلومين كما عمر سعيداني اللي قال لك انا ثاني مظلوم ونتحدى العداله وروحوا تشوفوا انا باريك جبنا لكم بالوثيقه البارح وشفتوها بزاف ناس شافوها كيف السيد هذا لا علاقة له مع البراءة ولا علاقة له كان عندنا ناس تخدم خدمتها زيد باصيح اليوم حنا نهضروا على انسان واحد اخر هو يتكلم هذه الايامات وكما بان هو رئيس الناطق الرسمي الجديد ولا النوفو سكرتير جينيرال تاع لو اف ان ان سي محمد جميعي سي محمد جميعي راح دار قدام لي كاميرا وطلب قال لك سامحوني يا شعب الجزائري غلطنا في حقكم وسامحونا وما فهمتوناكم شنو نحصلوا فينا وهو يتكلم ثاني ضد الفساد وهو يقول الجزائر الغد وراه يقول باللي لازمنا ويتكلم على القيم الاخلاقيه ويتكلم على الديمقراطيه ويساند في الشعب اتسيتيرا شوف الناس اللي ما تحشمش الناس اللي الناس اللي عندها لا ميموار كورت لي جون كي اون لا ميموار كورت يعني ويقولوا بلي الجزائريين ما على بالهمش اليوم دبرنا لكم ملف من عند متبسة يعني من المنطقه اللي اوريجينير منها سي محمد الجميعي واللي هو كان حياته يعني بوندون دي لونغ زاني ديبوتي دو لا ريجيون دو تبسا هو اللي اوريجينير دو تبسا دبرنا لكم بالوثائق وبالصور تشوفوا قضيه فساد اللي هو وعائلة تاعو سون امبليكي فيها واللي هو وعائلة تاعو استعملوا اسم الافلان الافلان تاع الله يرحمه الشهداء الله يرحمهم دي دوش مراد ولا فلان تاع العربي بن مهيدي العربي بن مهيدي ولا فلان تاع جميل ابو حيل اكسيتيرا راحوا يستعملوه كوم فوند كوميرس باش يضغطوا على السلطات المحليه ويدوا دي لوكو دو كوميرس ويدوا تيتيرا بدون اي شرعيه وينهبوا فيها ويترفوا دراهم يروحوا لجيوبهم واليوم جماعة تاع جميعي هو على راسهم يجي ويقول لك طه سامحونا يا شعب ما درنا والو انا غطين الامور منين بدات قبل ما نوريكم الوثيقه لازم تفهموا لونكي تاعنا منين بدات لونكي تاعنا بدات ورحنا ولينا حتى الصيف 2010 اونيتي 2010 كاين واحد الانسان دا واحد لو تيرا تاع 1000 متر كاري 1000 متر كاري جاي في لا زون داكتيفيتي دو ديبو تاع طريق بكاريه لا غوت دو بكاريه اللي جايه في لا ريجون تاع تبسه وبالك سي القاضي يعرفها مليح لا ريجون هذيك سيتيرا سي اون زون داكتيفيتي دو ديبو دا 1000 متر كاري هذا الانسان هذا دا دوك تشوفوا ورونا الصور خويا ورونا لا فوتو خويا ماشي دوكيومون لي فوتو دابور سا سي دوك هاو ميك لي فوتو في التيرا هذا راح بنا هونغار هونغار باش يدير فيه ان ديبو يكري ويدخل به دراهم المشكل انه التيرا هذا داه دو مانيير ايليغال وبنا فيه دو مانيير ايليغال ماهوش تاعو سي اون كونستركسيون ايليسيت ها الصوره قدامكم سي بناها سي اون كونستركسيون ايليسيت ما عندها حتى ماشي قانونيه التيرا هذا مش من حقه يديه ومش من حقه انه يبني وهذا التيرا جاي دون اون براتيكمون زون اندستريال لا غو دو بكاريا في تبسا واش صرا في 27 جويليا 2010 البلديه دير لا ديسيزيون دو ديموليسيون نيميرو 477 لو 29 اوت لي سيرفيس كومبيتون تاع البلديه راحوا حبوا يديروا راح يكسروا هذا لا باتيس هذا اللوكال هذا بيسك ديروه بطريقه غير قانونيه ما كاش ونوري لكم اليوم دوك عاودوا لنا الوثيقه اخي محمود عاودوا لنا الوثيقه وهذيك الوثيقه المشكل انه الانسان اللي دا التيرا هذا شكون دا التيرا هذا هو المهم نعم هو جمال اشرف الدين جميعي ايوا واش يكون سي لو نوفو دو بويسون ديبوتي جميعي محمد يعني وليد خوه فاميلتو دا التيرا هذا وبنى فيه اونغا بدا يدخل به دراهم نهار كي البلديه دارت اريتي دي ديموليسيون وراحت باش تهدد له واش يديروا يجوا صحاب جميعي اللي اليوم راه حاكم لافنان باش يسلك وليد خوه يعني فاميلتو يروح يبعث وهي وثيقة رسمية تاع البلدية اللي تحكي عليها النار كي راحوا بليزونج راح يديروا ديموليسيون باش يهدموا هذا لونغار اللي شفتوا في الصور ويعاودوا ريكيبيريو التيرا هذا اللي قطعة الأرض اللي داوها بطريقة غير قانونية بطريقة مافيوزية كيفاش يقولوا؟ مافيوزية مافيوزية تما نهبوا تما مافيوز واش يدير الجميعي؟ يروحوا للسيناتور ديرام جمال والديبوتي سبتي الوافي هادو جا جماعة الفلان تاع الجميعي واحد سيناتور واحد ديبوتي انا ندير لكم بالاسامي ديرام جمال والديبوتي سبتي الوافي واش يروحوا بالطوموبيل تاعهم
حاول خلي الوثيقة أخويا، خلي الوثيقة، خلي الوثيقة رسمية تكلم عليها، وثيقة من بلدية جزائرية في ولاية تبسة تتكلم على الحادثة هذه. يروحوا بالطوموبيلات تاعهم يبلوكيو لي زونجا، يا هذا يبلوكيو يعني شغل كوبوي مافيا، بلوكيو لي زونجا تاع الدولة تاع البلدية، وقال لك لا لا، ودار لهم ان اوبستاكل باش ما يروحوش باش ما يروحوش يكسروا اللوكال، وهذاك الاونغال اللي بناه وليد عام وليد خو جميعي. والبلديه قالت لهم يا جماعه واش راكم ديروا، سي تانا تروبمون على دو فيكول دو فولونجان. وحكى والمير هنا في الوثيقه هذه قال لك اعطى اسمهم، قال لك يا دو بارلمونتير ديرام جمال وسبتي الوافي جاو لينا ايزون امبيشي لوبيراسيون دو ديموليسيون. وعلى حساب الدوكيومون هذا لو مير مسكين يعني لا كوميون صحاب جماعة البلدية خوفا من تدهور الامور ويتصرف ضرب وزيدي ديبوتي ودار لهم تهديدات، انت ايماجيني براكيو فيهم بالطوموبيلات وما خلوهمش، قال لك بور بريزيرفي لوردر لا سيكوريتي بوبليك اون اريتي لوبيراسيون ديموليسيون. خافوا مساكن. حنا كونتاكتينا لونسيان ابي سي بريزيدون ابي سي تاع تبسة، هضرنا معاه وقال لك بلي اش مع لا غالب، قال لك انا في تبسة عندنا واحد عندنا واحد المشكل سي لو تريباليزم، هذا كيف يقولوا التريباليزم بالعربيه القبليه هذه، حنايا خفنا هذو لي ديبوتي يديرونا مشاكل ونضربوا معاهم ونولوا دون اون غاد دو تريبو اون غاد دو تريبو. هذا الجماعي رئيس الافلان الجديد اللي يتكلم باسم الشعب ويهدر ويوعد الجزائريين يعني لو برومي اون الجيري مودرن ويوعدهم بجزائر جديده وجزائر يعني فيها العصرنا، شوش كان يدير في 2010 كان يلعب على الشعوريه ولا كيفاش يقول العروشيه على العروشيه. اسمح لي سي قال لك منك الحكايه باش نفهم مليح واش صرا من بعد. في الجزائر يقول القبليه يقول العروشيه، كان يلعب على العروشيه باش وليد عم وليد خوه ما يكسرولوش لوكال اونغار اللي داه بطريقه غير قانونيه. واش يقول المير؟ تكلمنا معاه حنايا، قال لي ا ليبوك سا ديكلاراسيون جي سوبي دي نورم بريسيون جي ميم فاي ديميسيوني دو مون بوست. قال لك ما قدرتش نسيرها، علاش انا نجي نطبق القانون؟ يجوني جماعه تاع الفنان تاع الجميعي اللي عندهم نفوذ وعندهم دراهم، ودوك نحكوا على ثروه تاع الجميعي وثروه تاع خاوت الجميعي بوزيسيون سي فخير. الجزء الثاني ملك القاضي عطينا التحليل القانوني، نحكي لكم انا سي دي زون تخي ريش لا فامي الجميعي في تبسا سي اون فامي تخي 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 ريش يعني قريب كيما لي كوندور تاع بن حمادي اكسيتيرا. هو يقول واش بعد واش دار المشكل انه كي المير ما كلاميري كل البلديه ما طبقتش القانون وخلات جميعي وليد خوه وخلات العائله تاع جميعي يدوا القطعه الارضيه تاع 100 متر كاري يبنوا فيها ويديروا فيها واش يحب، واش صرا الاخرين المواطنين وجماعات اخرين؟ قال لك ما احنا نديروا كما هو. قال لك علاش القانون يطبق علينا ولا ما يطبقش عليه؟ بيسك القانون لا يطبق على جميعي احنا ثاني كنديروا كما هو ونكونوا كاع سواسيه. واش صرا في المنطقه تاع تبسه قريب 3000 لو دو تيرا اون ايتي سكواتي، وين في تربه الزهواني والعرامي والمنطقه يعطوها لا روكيت. في لا روكيت العرامي وتربه تراب وتراب الزهواني في هذه المناطق ثلاثه في ولايه تبسة 3000 قطعه ارضيه اون ايتي سكواتي مول الحادثه هذه. والناس كي يروحوا في البلديه كي يروحوا يهضروا معاهم يقول لك اذا كنتوا رجال كنتوا تروحوا تطيحوا وش بنا جميعي وتنحوا له القطعه الارضيه اللي داها فرصه كما هو داها فرصه احنا ندو فرصه ثاني. يعني جميعي هذا خلق مشكله كبيره في يعني تبسة على جال هذه خلق مجموعه كبيره. عاود خلي الدوكيومون خويا محمود خلي الدوكيومون يعني مش فقط هذه الحكايه انا ماشي انا اللي نحكي، هذه وثيقه رسميه من بلديه جزائريه تكلم على هذا المشكل. وش يقول؟ احنا اللي اتصلنا اتصالات اللي درناهم مع رؤساء بلديات في منطقه تاع تبسة يقول لك ايفيكتيفمون لو بوفوار بوليتيك ا توليري اي ميم فافوريزي لو فينومين دي كونستركسيون انارشيك اي دو كوميرس انفورمال. منذ الحادثه تاع جميعي واش صرا؟ كي ما حبوش يضربوا مع لي ديبيوتي تاع الفلان اصحاب جميعي وخافوا كي يضربوا مع جميعي يدير لهم يعني يلعب لهم على القبائل ولا العرشيه ويدير لهم مشاكل محليه خلاوه. الاخرين كاع 3000 قطعه ارضيه كاع صدموها والناس قالوا راحوا بداو يجوا تصاور داروا كاع كيما في ميدان جميعي فوضوي داروا دي اونغار جميعي دي تصاور تاع الاونغار خويا هذا تاع محمد جميعي تاع وليد خو محمد جميعي راح بنا اونغار يكروهم دوما بطريقه غير قانونيه ويدخلوا بهم الدراهم والدوله ما راهي رابحه وبالك الارض ماشي تاعهم وما كاين ني لي زامبو ني تريزور بوبليك ني اكسيتيرا.
احنا حبينا نتصلوا باستجابة جميع اشرف الدين باش نسمعوا رايه، ولكن عيطنا لباباه، هضرنا مع باباه باش نقول لهم كي احنا بعيد، هضرنا مع باباه نعيطوا لابراهيم، ولا سي ابراهيم نحيوه، واش يقول سي ابراهيم؟ يقول لك باللي ما كاش من بقى يستعرف باللي وليده عنده اونغار على زون داكتيفيتي هكذا، ولكن قال لك وليده كان اون سيتياسيون ريغولييغ، قال لك الى فوندو سون بي الي تالي سانستالي اون فامي اون شين، باعو يعني باباه يستعرف باللي كان عنده وليده هذا الهونغار وباعو راح الصين راح يدير لي زافير في لاشين، ولكن كي قلنا له سي ابراهيم يقول لك واش قالنا سي ابراهيم؟ قال لي انا وليدي قال لي باللي يعني كذب على باباه، كذب على باباه، دونك عندنا وثيقه رسميه تقول باللي سكون كونستركسيون ايليسيت والقطعه الارضيه هذه داها بطريقه غير قانونيه. وليدي دوبيتي مافيا هذوك اللي حاسبين روحهم الكابون، هذا ديرام جمال وسبتي العوافي الوافي 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 سبتي الوافي راك تعرفوا تسرت الموسيقى هذه خدمت في المنطقه هذه اصلي من ثم عيطت لهم باش نتصل بها ونقول لهم يا جماعه كيفاش انتم ممثلين برلمانيين تخدموا في البرلمان الجزائري تحط براك الدوله يا عجبة ربي شوف الجزائر كيفاش كانت مسيره راحوا بتروح بالطوموبيل تاعك تبراكي لي زونشان تاع البلديه ودير لهم تهديد وتهدد رئيس البلديه وتقول لهم باللي علاش دير هكذاك وما تخليهمش يخدموا يعني واش راكم لاحقين؟ اتصلنا بهم حتى واحد ما حب يريبوند حتى واحد ما حب يعطيني الجواب ما حب يريبوند لي. واخيرا الحمد لله في ولايه بسه داروا شباب داروا ان جروب ان كوليكتيف يعني باش كوليكتيف سيتوانيان كونت لا كوربسيون ضد الفساد المالي وسموه لا مارش ناسيونال دو لا جونيس ليبر بور لا دينونسياسيون دي كا دو كوربسيون في تبسه وداروا ان جروب في فيسبوك وراهم هما اللي راهم ينتقدوا يهضروا على الفساد منذ 2010 منذ بدات الحكايه هذه شباب يعني جند روحه منذ 2010 بقى لهم غير الفيسبوك لا وجود للسلطات القانونيه او السلطات المحليه او السلطات السياسيه لانه محمد الجماعي من 2010 لحد الان اليوم شوف النفوذ تاعو كيفاش بدا محليا في المنطقه تاعو وتشوف يعني كيفاش اليوم ولا رئيس الافنان نمكي ولا رئيس الافنان حبيت نسقسي هذا كان سامب ديبيوتي شو واش دار منع بلديه ودخل لوليد خوه دي تيرا وعاودوا داروا فيه اونغار عاودوا باه وراح لاشين نمكي ولا رئيس الافنان واش راح يدير تخافي الولايه قاعد يديها يقول تاعي دونك يا سي جماعي فو با تكذب في شهر رمضان ما تجيش تمسخر بالجزائريين وما تجيش تقولنا باللي انت راك توي ديفيرون دي زوتر وباللي انت راح دير توعدنا بالديمقراطيه وتوعدنا بالعداله الاجتماعيه وتوعدنا بالتطور الاقتصادي ولا بجزائر جديده alors que toi tu es lui toi-même un des symboles de la corruption un des symboles de l'échec impliqué dans une grosse affaire de malversation où tu تتعدى على الدوله وتخلي بلديه هي دوله هي سلطه قانونيه يعني من المشرع الجزائري وسيد قاضي بالك اذا ما نجي داكور بالك ينقذني وتستعمل نفوذك انت لا فرق بينك وبين رموز الفساد الجزائريين اللي راهم يتحاسبوا وحنا نطالبوا بجماعه الافنان والمناظرين الحقيقيين تاع الافنان ما يسكتوش على حقهم نعم تفضل يا اخويا الحبيب